جهه اليمنى عرضيه وحاضر هناك كراتيه لكن بالتالي يرد من هناك. نشاهد الانطلاقه الاهلاويه عادت بالطرف الايمن. هذه الكره راحت وصلت الى ابراهيم وكرته التف في هذه المباراه وبالتالي اللي تعود ولا يشير الى اي حاله. هذه الاخطاء قد تكلف الكثير. الله فرصه حقيقيه ومشروع هدف. لاحظ الكره الماضيه لكن وجد امامه بالرمق الاخير في الجهه اليمنى. العرضيات الموجوده بلقطه الماضيه تبعد بقبضه اليد من ركنيه الى ركنيه اخرى. هذه هي العاده الركنيه بشكل قصير. ما وجدت العرضيه الكره لكن بالتالي كان بالتاسع وب 12 نقطه الاهلاوي جيد والكره من هناك لكن راحت هناك عند حارس المرمى. التسديد من جانب فريق مصلاه الكره ملعوبه يطلع يمسك من اعلى نقطه بزمان كره ملعوبه بشكل جميل جدا يطلع له اي شريف حمد صالح وخالد شيخ يسدد. يا سلام حلوه تجمل ويرتدي قفاز الاجاده اللاعب المتميز ولكن شوفوا يا سلام على التسديده جميله جدا ولؤي شريف يطير وينقذ مرمى زي ما انتم شايفين اهوت بكل اقتدار ويطلع الكره ركنيه ولكن وضعها بشكل اجمل اللاعب المتميز خالد شيخ. مصلال كرة ملعوبة يطلع لأي شريف سكوت لأي شريف من علي السعيد. علي السعيد يحاول المراوغة. علي السعيد يحاول المرور يمر ضاعت الكرة ما زالت جول على كرة الله على باراد من لؤي عاشور 10-10 يا لؤي عاشور تدخل بطريقة رائعة جدا في أكثر من مناسبة. شوف الكرة كيف لعبت من علي سعيد صوب تدخل لؤي عاد من جديد تدخل لؤي سدد وتدخل لؤي قبل أن يتدخل الدفاع ويبعد الكرة. لحظات صعبة على دفاع نادي العربي ولكن جميل جدا ما يصنعه لؤي عاشور الحارس الشاب من مميزات حاول نادي سد استغلال هذه الفرصة. محاولة خطيرة ما فيها راية ولا تسلل ولكن منطقة الجزاء محاولة المرور والتوغل لصالح نادي السد ولكن يا سلام على حارس المرمى لؤي عاشور بثلاثية نظيفة. الآن يتقدم نادي السد ممكن يقلص نادي السد ممكن عاشور يتصدى لهدف محقق لصالح نادي السد ليبقى النتيجة ثلاثية نظيفة. هل بإمكان نادي السد تسجيل أول هدف لقاء كرة تلعب ولكن يا سلام على لؤي عاشور والتصدي في تسديده وهو قادر على حصول على بطولة الدوري بينما ركلة ركنية لصالح نادي تحايل الكرة بتلعب الأمام محاولة لكن بخبرة مجيد مقرة أمر جميل جدا وإيجابي محاولة شوف هنا ولكن لؤي شريدة لهجمة كانت خطيرة لصالح نادي تحايل ولكن لؤي عاشور يتصدى. نصف ساعة أولى كرة تلعب الأمام يا سلام على التصدي شوف الإعادة للكرة الماضية والتصدي لأي شريف عاشور في الكرة الماضية وهداف الجولة السابقة وكرة تلعب الأمام الآن لصالح نادي الحين منتخب القطري منتخبنا الوطني كرة تلعب ولكن حارس المرمى بيتصدى والتسديدة ولكن حارس المرمى شوف هنا الاعاده هنا الاعاده الارضيه الرائعه وترك يا سلام كره اصطدت في حارس المرمى سالمين عتيق داخل منطقه الجزاء سالمين عتيق بيسدد ولكن لؤي عاشور بيتصدى شوف الاعاده من قبل اللاعب سالمين عتيق ولكن تصدي لؤي عاشور للكره الماضيه لتذهب الكرة إلى لثلاث خسائر ولكنه في غضه عن المباراة وفي غضه عن اللقاء يعني يسعى بكل تأكيد. كرة تصل لإدميلسون لمسة للأمام لكن الكرة وصلت الشوط الأول من المباراة لم نشاهد مباراة الأول تقدم وكرة قد يواجه حارس متعلق وقد يواجه حارس يعني يقرا افكاره ويقرا مجموعه من الاسماء وتبقى هنالك مجموعه من العناصر اكيد بان تاثيرها يكون غيابها يكون مؤثر. كره بتلعب لإدميلسون إدميلسون يحاول يمرر كره والتسديد
طبعا الكرة الكرة بتلعب إدميلسون. يا الله هذه هي الإعادة. شوف المرات وأبي بي بالكرات والكرة راحت هناك بمنتصف الميدان. هذا الكونترتاك، هذه الكرات العكسية، هذا تسيطر على المباراة وتسير المباراة وأنك ما تسجل وقد يسجل في مرماك. وهكذا هي فيزياوية كرة القدم ومعادلة كرة القدم. نعم هذه المحاولة اللي وجدت أمامها لؤي، لؤي عرقل إلى الطرف الأيمن. هذه الكرات، هذه المرتدات، هذه الكرة من هناك راح للأمام. القطار سريع سريع خطوات. لا 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 بهذه الكرة وهذه الكرة اللي لعبت. نعم هذه الأخطر لحد الآن واللي كان بالإمكان التمرير إلى الجهة اليسرى ويقف بمكان سليم بندر. هناك كرة ثابتة أخطر من الركنية قد تلعب مباشر. الله الله على الكرة الماضية. لاحظ لاحظ كرة عبد الرحمن ناجي. وين كرة عبد الرحمن؟ وجدت أمامها حارس المباريات. هذه المباراة الكرة عالية دخلت المنطقة من على ما شارفها. هوبا يا ولد الله عبد الرحمن، عبد الرحمن هوبا. لكن وجدت أمامها اللي طار طار للكرة، طار وللركنية راحت. الله عليك الله عليك يا لؤي شريف الشيحانية. رجع في الاستوديو وقد يكون مرة الكرة الأمام يبحث عن سبيل المساحة الفارغة داخل المنطقة. حط جول هبا يا ولد. الله حكم المباراة. نعم هذه المحاولة والتصويبة داخل منطقة الجزاء وهذه من النواك يكون العوض منها العوض. هكذا يناشدون الشيحانية ومر من اثنين من اللاعبين وراح للأمام. الله قاب قوس من هناك الشيحانية لكن راحت ولا ركنية للشيحانية. نعم نلاحظ حتى حارس المرمى حتى هذا المرور المميز من أمام بركات وعبد الرحمن. الكرة ملعوبة يطلع يمسك من أعلى النقطة. خبرة مجيد مقرم أمر جميل جدا وإيجابي. محاولة لكن لؤي الشريف عاشور تراجع نادي العربي اللي يتقدم. نادي لهجمة كانت خطيرة لصالح نادي حلو لكن لؤي عاشور يتصدم. من جانب فريق مصلى الكره ملعوبه يطلع يمسك من اعلى النقطه. اللاعب لؤي شريف حارس مرمى فريق العربي لصالح نادي حيل. نصف ساعه اولى كره بتلعب الامام. يا شوف الاعاده للكره الماضيه والتصدي لؤي شريف عاشور في الكره الماضيه. ولكن منتخب القطري منتخبنا الوطني كره بتلعب ولكن حارس المرمى بيتصدى. هنا الاعاده الارضيه الرائعه وترك. يا سلام يا سلام كره اصطدت في حارس المرمى. واربعين دقيقة كرة من الجهة اليمنى فرصة للتصويب. تصويبة قوية. الله يا لؤي لؤي عاشور كانت قوية. شوف 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 لعادة كانت في طريقها للمرمى كانت في سبيل ممكن تمريرة في الجهة اليسرى ليختار التصويب. تصويبة قوية. الله عاشور باراد مونديالي من لؤي عاشور اللي تصدى وبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. كان بإمكان نادي أم مصلان أن ينهي الشوط الأول. ممكن عبدية من هذا المكان اللي اختار التصويب. تصويبة قوية ولاعبيه ولاعبيه. شوف الكرة كيف لعبت من الجهة اليمنى صوبت والعودة كانت رائعة من جانب